شك أنه مع استقبالنا لشهر رمضان الكريم بتتجدد عادات وتقاليد المصريين في استقبال هذا الشهر خلال 30 يوم الخاصة بشهر رمضان المعظم، زي مثلا فانوس رمضان، زي المسحرات، زي مدفع الإفطار وغيرها من العادات والتقاليد اللي تحديدا مرتبطة بالمصريين في شهر رمضان. هنحاول نتعرف مع حضراتكم على أصل هذه العادات والتقاليد من خلال حوارنا عبر الهاتف مع الدكتورة حسناء دمرداش، أستاذ الحضارة الإسلامية. أهلا بيك دكتورة حسناء. أهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. هنبتدي، وشعب مصر كله طيب وخير يا رب. أمين يا رب. هنبتدي مع حضرتك بمدفع الإفطار. مدفع الإفطار من العلامات المميزة لشهر رمضان، وكل يوم خلال الصيام بينتظروا والأطفال تحديدا إن هم يسمعوا المدفع وقت المغرب. أصل مدفع الإفطار إيه يا فندم؟ هو مدفع الإفطار دي بالصدفة. يعني هي مناسبة، وكانت مناسبة جميلة جدا، بس كانت بالصدفة. كان سلطان خوش قدم، الظاهر خوش قدم كان جاي له مدفع هدية من بر. ففي يوم رمضان قام قال هات المدفع ده عشان أجربه. كان الوقت ده كان توقيت المغرب. فانطلقت الدنة بتاعته والناس فطرت وراحوا راجعين تاني على خوش قدم، شكروه وقالوا له احنا متشكرين جدا ان انت عملت لنا حاجه نقدر كل الناس تسمع اذان المغرب. فكانت فكره مستحسنه، ومن هنا كانت البدايه. فابتدى فعمل بعد كده بقى المدفع للمغرب ومدفع للسحور ومدفع للامساك. وبعدين بعد كده جت الشيخه فاطمه او البرنسس فاطمه بنت الخديوي اسماعيل، سمعت الجنود وهم بيسلخوا الدانه وقت الغروب. فاستحسنتها تاني وراحت مرجعة العادة دي تاني عشان ترجع تاني لمصر ويبقى مدفع الإفطار موجود ومرتبط بأذان المغرب بشعب مصر فقط. يعني طيب الفانوس بقى، فانوس رمضان برضو دكتورة حسناء، قصته إيه؟ هو فانوس رمضان طبعا قصته جميلة جدا جدا. إحنا يعني إحنا شعب مصر ده، يعني مصر هي هبة النيل مفيش كلام، أكيد. واللي قال كده هيرودوت في المصادر الكلاسيكية. يعني إيه هبة النيل؟ هبة النيل يعني هي اللي بتبدع، لأن النيل ماشي في بلدان كتيرة في أفريقيا، لكن في عند مصر وفعلا بقت مصر هي هبة النيل. صحيح. الشعب ده بطبيعته بيحب الفرح والسرور، بيحب الاحتفالات. ففي يوم كان المعز لدين الله الفاطمي كان داخل مصر، وبعدين فالدنيا كانت في السابع أو الثامن من رمضان، فالدنيا كانت ليل، فطلب من جوهر السقلي ان هو يولع له يضيء له القاهره كلها. فاضاء له القاهره فعلا كلها بالفوانيس. طلب من الناس طلعوا وقفوا بالفوانيس. وكانت الناس بتقول في هذه التوقيت وحوي يا وحوي اياها. دي معناها ايه؟ دي كلمه مصريه بحته. هي معناها افرحي افرحي يا حطب. واح واح اي حطب. تمام، يعني افرحي افرحي. كانت بتسال في شهر القمري لما ابنها انتصر على الهجرة. طيب اخيرا دكتوره حسناء، علشان بس وقتنا، المسحراتي بقى. المسحراتي طبعا هي من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان سيدنا بلال رضي الله عنه كان صوته جميل وكان بيمشي يصحي الناس وقت السحور علشان خاطر يسحروا، لان دي فلكن في مصر هنا فضلت ماشيه في كل بلدان الشام وبغداد ودمشق انها يمشوا بالطبله بفانوس صغير كده ومعهم عصايا. بعد كده مصر اتطورت فيها، بقت عباره عن طبله اسمها بازه صغيره قوي مع جلده بيخبط عليها ويقول ويطلب من الناس ان هم يقوموا، لكن عارف اسماء الناس اللي موجودين في الحي بينادي عليهم، بينادي على الاطفال وعلى الكبار، لكن السيدات طبعا لا. فدي كانت حاجه جميله جدا ان هم يفكروا الناس ان ده لغايه دلوقتي برضو يا دكتوره حسناء، يعني